اهلا بيك. النهارده هنتكلم على تطور استخدام المعادن عند المصريين القدماء، بمعنى كده ان احنا هنتكلم على العصور اللي اكتشفوا فيها المعادن واستخدموها في ايه، وايه الادوات اللي تم استخدامها في الفتره دي. عندي هنا هنتكلم على مراحل تطور صناعه الادوات في مصر، سواء كان في العصر الحجري القديم والحديث وعصر استخدام المعادن. أول جزء هتكلم فيه النهاردة اللي هو العصر الحجري القديم. بدل بتكلم على العصر الحجري القديم، يبقى هتكلم ايه الحاجات اللي استخدموها من الحجر. هو واضح حتى من اسمه حجر قديم. عملوا فيها ايه وشكلوها ازاي وايه الأدوات اللي استخدموها في الفترة دي. المصري القديم استخدم الحجر ده في العصر ده اللي هو اسمه الحجر الصواب، يعني حجر يا ولاد كان صلب جدا. مسك الحجر ده ونحته ببساطة وعمل منه أدوات بسيطة يقدر يستخدمها في الزراعة، زي مثلا الفؤوس اليدوية أهي، الفاس اللي بيقلب بالأرض، وكمان استخدم بعض أدواتها في الصيد زي ما انتوا شايفين. استخدم كمان حاجة اسمها الرمح. الرمح ده عبارة عن حجر طويل كده وبينحته وبيعمل له زي سكينة كده من قدام وبيحدف بيه الصيد أو المكان اللي هيصطاد منه. وعمل كمان الفؤوس الحجرية، ده غير اللي أنا اتكلمت عنها، الفؤوس اليدوية اللي هو نحتها، والفاس اللي عمله من الحجر ده وبدأ يشكل منه ويستخدمه في تقليب الأرض أو يستخدمه في التكسير بتاع الصيد أو الحيوانات اللي كان بيصطادها. يبقى ده أول حاجة عندي، إن إحنا بنستخدم المصري القديم الحجر أو في العصر الحجر الصوان اللي هو عمل إيه فيه. الحجر ده نحته ببساطة شديدة جدا واستخدم أدوات بسيطة عشان يستخدمها وتخدمه في عملية الزراعة أو في عملية الصيد اللي هي الفؤوس الحجرية اللي كان بيستخدمها. جميل أوي. عمل إيه كمان؟ عظام الحيوانات، كان لما بيصطاد الحيوانات وبعد ما بياكلها بيخلص اللحوم اللي فيها او اللحم اللي حواليها، بيتبقى عنده العظم بتاعها. تخيلوا بقى العظم ده كان بينحته وبيعمل منه ممكن سكينه او يعمل منه بلطه عشان يصطاد بيها، او يعمل منه زي منشار كده عشان يقطع بيه. طبعا ده تفكير سبحان الله، كان تفكير عالي منه ان هو يفكر ويستغل كل الحاجات اللي حواليه والبيئه المحيطه بيه. عشان كده بيقول لي ان عظام الحيوانات كمان استغلها، برغم ان هو كان لسه في البداية، واستخدم كمان الاحجار واستخدم منها الادوات اللي انا اتكلمت عنها دي. بعد كده هتكلم على العصر الحجري الحديث. نفس الكلام، عايز اعرف زي ما انتوا شايفين كده كان بيستخدمها ايه وعمل فيها ايه. هي برضو كانت من الحجر، بس بمعنى اصح كده بدأ يطور من نفسه، بدأ يعملها بدقة ويشكلها حسب استخداماته، بينحتها بدقة وحجمها كمان صغر. وعشان كده بقول ايه، دي الصفات اللي كانت في العصر الحجري ده، ان استطاع الانسان المصري في الفترة دي ان هو ينحت الحجارة بدقة ويشكلها حسب استخدامه. ادوات استخدمتها بدقة متناهية وصغر حجم بتاعها، يعني معنى كده الحجم بتاعها بقى صغير وبدأ يستخدم كل الحاجات اللي هو محتاجها. طيب زي ايه كده؟ زي مثلا السكاكين كان بيشكلها، عمل منها الصغيرة وعمل منها الكبيرة. المعالق كان برضو بيشكلها، المناجل الخشبية اللي بيقلب بيها الأرض، كمان أدوات الزراعة زي مثلا المحاريس الحجرية، المحاريس اللي كان بيستخدمها في الأرض ويقلب بيها ويعملها كده، يعني يقلب بيها الأرض، والحاجات دي برضو استخدمها من الحجر بس إلى حد ما حجمها صغر عن اللي كانت قبل كده. بدأ يقول لك كده بيتعلم أكتر فبقى أكثر دقة، لأن بدأ يتمرس عليها ويتعود عليها فبدأ يشكلها. وعندي كمان هنا المطارق. المطارق اللي هي الحاجات اللي بيدق بيها أو هيكسر بيها حاجة أو أيا كان، زي اللي مثلا عندنا كده الشاكوش أو الحاجات دي، بدأ يعمل منها برضو من الأحجار ويستخدمها في الحياة بتاعته.
وعشان كده انا لما اتكلمت على عصر الحجر القديم قلت ان هو كان بيستخدمها وبينحتها، وكان بيستخدمها بس كان شكلها اكبر من العصر الحجر الحديث اللي استخدمه وصغر حجمه واصبحت اكثر دقة، وزي السكاكين والمطاريق وادوات الزراعة اللي استخدمها في العصر ده. في عصر تاني كمان وركزوا معايا فيها كده، اللي هو عصر المعادن. عصر المعادن يبقى هتكلم هنا على المعادن، المعادن اللي هو اكتشفها في الفترة دي. مصر القديم في الفترة دي استخدم أو اكتشف النحاس. النحاس ده معدن، هو استخدمه لوحده الأول، وبعد كده لما بدأ يحط عليه حاجة اسمها قصدير فأصبح أكثر صلابة. احنا بنسمي النحاس مع القصدير برونز، بيبقى يدي اللون البرونزي كده، فاستخدمها واستغلها. وده يدل يا ولاد على عبقرية مصر القديم في الفترة دي في استخدام المعادن. لما خلط النحاس مع القصدير عمل منها السيوف البرونزية. يبقى عصر المعادن عندي هنا لما اكتشف النحاس خلطه مع معدن ايه؟ القصدير، فعمل منها السيوف البرونزية، وعمل منها كمان اهو السيوف البرونزية، وعمل منها الرمح برأس برونزي، والمحارس اليدوية اللي هي كان بيقلب منها الأرض، وكمان عمل منها من الخشب والبرونز من الاتنين. عندي كمان الادوات الطبيه البرونزيه والنحاسيه، الاثنين يا مس الاثنين كان بيستخدمهم. وعشان يستغل ده بدا ان هو يعمل ايه؟ يشكلها. طب هما كان عندهم بيعالجوا وبيعملوا طبعا يا اولاد في البدايه، اول ما اكتشف الموضوع ده بدات حياته تتطور اكتر واكتر واكتر. الادوات الطبيه دي زي كانت ايه كده؟ زي الملاقط الملقاط يعني، الكماشات اللي هو بيمسك بيها، المناشير اللي كان بيقص بيها، والمقصات اللي هو بيقطع بيها، كل ده استخدمه في عصر المعادن. طب هو بدأ يطور نفسه اكتر واكتر، عشان كده اكتشف الكلام ده. يبقى انا عندي هنا في عصر المعادن لما استخدم المعادن بدأ يطور منها ويقدر ان هو يستغلها لصالحه، زي ما انتم شايفين كده في الصورة عنده. طيب النحاس والبرونز بس اللي استخدمه؟ لا، ده كمان اكتشف عارف معدن الحديد. الحديد بقى عمل منه الأسلحة. طيب بدأ هنا في الفترة دي يكون جيش، ويبدأ عنده جيش قوي مسلح يسلحهم بالأسلحة دي زي السيوف مثلا والرماح اللي كانت في الفترة دي. طب الذهب والفضة يقول لي فيها ايه؟ ان استخدم الذهب والفضة في صنع الحلي. الحلي زي ايه كده؟ زي السلاسل، زي الغوايش، زي الخواتم، الحاجات دي كلها كانت بتتزين بيها المرأة في مصر القديمة، اللي هي أدوات الزينة زي ما أنا قلت لكم. أدوات الزينة أيا كان نوعها بقى، أدوات الزينة اللي بيلبسوها، العقود، الخواتم، حتى كان في كمان حاجات كده بيحطوها في رجليهم زي مثلا خلخال يحطوه في رجله من الذهب. كل الحاجات دي سبحان الله المصري القديم كان بيستخدمها وبيستغلها أكتر استغلال في الإيه؟ للمعادن. وعشان كده اتطورت حياته في الفترة دي. طيب في ملحوظة مهمة قوي أنا عايزة أقولها لكم هنا. رسم المصريون القدماء خرائط للإشارة. بمعنى إيه يا أولاد؟ اللي هنا عندي المكان ده في معدن أو في موقع فيه مناجم، يعني مثلا في حديد، في منجنيز، في فوسفات، في نحاس، في قصدير، أيا كان. بيحط علامة أو إشارة ليها، وعشان كده بقول إيه؟ بما تفسر رسم المصريين القدماء خرائط للإشارة. ليه؟ علشان تدل على مواقع المناجم التي توجد بيها المعادن. ورغم ان هي حته اهي، بس ده سؤال مهم جدا. عشان كده بنقول ان المصريين القدماء ابدعوا في هذه الفتره، سواء كان في العصر الحجر القديم او الحديث او عصر المعادن ورسم خرائط الاشاره ليها. خلي بالكم احنا مكملين، وعشان تشوف باقي حلقاتنا ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب لقناه الاسلوب.